السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سوف أعطيكم وصفة لتخسيس الجسم وتخسر ربما من جسمك حوالي 10 كيلوغرامات في الشهر تقريبا، وهي وصفة بسيطة جدا ووصفة سهلة للغاية، لكن عليك أن تتبع المراحل التالية التي سأقولها لكم. كلنا نعرف الليمون ولا أحد منا لا يعرف الليمون، لكن قبل أن تقوم بهذه الخلطة وهذه الوصفة فعليك أن تقيس ضغط الدم أولا، لأن الليمون كما نعلم يخفض الدم، ومن له دم غير معدل أو مريض بهذا المرض فهو لا تساعده أبدا. أرجو أن تتبعوا النصائح التي أقولها. كلنا نعلم الليمون، الليمون له مذاق حامض جدا، نستعمله لتفويح الطعام ونستعمله في كثير من الأشياء، وربما نعالج به آلام الصداع وغير ذلك. تقوم بعصر الليمون دون إضافة أي شيء آخر، وكما قلت لكم إن الوصفة سهلة للغاية ولكن هناك كثير من لا يعلمها. ثم نضيف إليها قليل من الماء البارد، ماء يكون بارد من الثلاجة مباشرة. نقوم بشرب نصف كأس في الصباح على الريق عندما ننهض الصباح الباكر، لا نأكل شيئا لا نفطر، نشرب نصف كأس هكذا أو نشرب في الليل، ولا لا نقوم بطعام العشاء أي لا نتعشى في الليل، أو نباعد بين فترة العشاء وبين فترة شرب هذه الكمية من الليمون، لكن يجب عليك أن لا تضيف لها أي شيء آخر مثل السكر أو غيره، لأن السكر ربما يحولها إلى شيء آخر تتغير الوصفة. فقد أثبت علميا أن هذه الخلطة وأن الليمون يقوم بإزالة الدهون كليا من الجسم ويخلصك من جميع الرواسب وجميع الشحوم الزائدة في الجسم، وهي مجربة وهناك من يفعلها الآن، وهذا شيء أقوله لأنني أراه بعيني، وقد خس تماما هي آنسة وقالت لي أنني أستعمل هذه الوصفة وهي جيدة جدا، لكن حذاري من الذين لهم ضغط الدم الكثير أو لهم انخفاض في نسبة الدم، كما نعلم أن الليمون يقوم بخفض نسبة الدم فهي لا تساعد أبدا. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذه المعلومة، لكن النصيحة التي أقولها لكم يجب شرب كأس من هذا ومن هذه الخلطة ومن هذا العصير قبل نصف ساعة من الأكل أو في الصباح على بطن فارغة، فهي ستذيب تلك الشحوم وتقضي عنها نهائيا، كما أن لها عدة فوائد أخرى، فهي تعالج عديد الأمراض وتقضي عن الديدان في المعدة وتقضي عن أشياء أخرى أو تعفنات أو أشياء هكذا تقوم بالقضاء عليها نهائيا. أرجو أن تكون هذه المعلومة قد وصلت لعدد كبير من الناس، أرجو أن تشاركوا الفيديو بينكم وبين أصدقائكم. وفي الختام أردت أن أشير إلى شيء، هناك من ترك لي رسائل وهناك من راسلني ويريد تفسير الرؤى، سوف أقوم بإذن الله غدا أقوم بتفسيرها لكم. كل من يريد أن أترك أو أن أقوم بفيديو وأفسر فيه، وهناك أيضا من منكم يريد أن أقوم بتفسير عن طريق بث مباشر، أنتم وما تريدون أتركوا لي تعليقاتكم سأجيبكم إن شاء الله. إذا كنتم تريدون تفسير أو أفسر رؤاتكم في بث مباشر حددوا أنتم الوقت وسأرى رأي الأغلبية وسأقوم ببثه مباشرة، إن أردتم في الليل إن أردتم غدا صباحا كما تريدون. أرجو أيضا في الختام أن تعم هذه الفائدة على الجميع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.